السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في مطبخ تيما. إن شاء الله اليوم نقدم لكم حلوى الدوزاتاي سهلة بمكونات بسيطة وكتحضر في وقت وجيز، ما يحتاجوش لها لا مرسم ولا طابع لأن طريقة التحضير ديالها سهلة. فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تكتشفوا الوصفة وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير فغادي نحتاج 125 غرام ديال الزبدة يعني نص ربعة، مع كيس ديال خميرات الحلويات وكيس ديال الفاني. غادي نحتاج الجوج ديال البيضات، بيضة وبياض بيضة غنخدمو بيه والأصفر نخليه للمرحلة الأخيرة. غنحتاج أيضا الكاس ديال السكر الخشن، من الأحسن تستخدمو السكر سنيدة يكون الحبيبات ديالو رقاقين. وغادي نحتاج كاس ديال الزيت، أنا كنقص شوية على كاس ديال الزيت. المهم المقادير من بالجرام غادي تلقاهم في صندوق الوصف. وأيضا الدقيق على حسب الخليط، في العادة كندخل 500 غرام حتى 600 غرام في هاد الحلوة هادي. مي غير الدقيق كيختلف يعني على حسب حجم البيض وايضا على حسب النوعيه ديال الدقيق. كنبداو بسم الله، كنديروا الزبده في اناء وغادي نضيفوا عليها السكر الخشن، يعني كيف كنخدموا الصابله غادي نخدموا هذه المسائل هذا. كنضيفوا ايضا السكر فانيو، ما نساوش دائما قبصه ديال الملح. وغادي نمزجوا هذه المكونات مع بعضياتهم حتى كندخلوا هذاك السكر في الزبده تماما، حتى كندخلوه مزيان في الزبده. من بعد ما كيندمجوا لنا المكونات يعني كتدخل السكر في الزبده، من الاحسن كيف قلت لكم السكر اللي استخدمه يكون الحبيبات ديالو رقيقين، يعني الا كانت عندكم ديك السنيده غليظه من الاحسن غربلوها باش هذوك الحبات الغلاض ما يبقاوش لينا، لانهم هما اللي كيسبوا في هذاك الترطيق ديال الصابلي ملي كيدخل الفران كيطرطق كيكونوا ديك السنيده الحبات ديالها غلاض. من بعد كنضيف الزيت وكنضيف البيض، الحبه الاولى ديال البيض والحبة الثانية غادي ندير فقط البياض، والصفر غادي نخلي حنا ندهن هذيك الحلوة ديالي يعني فقط بيضة وبياض بيضة. صافي غادي نمزج هاد المكونات مع بعضياتها حتى ينتجمو ليا. دائما كيف العادة ملي كنخدمو الصابلي كنخدموه بأطراف الأصابع يعني ما كندلكوش، وهذا أيضا هاد الدوزاتي خدمتها فحال الصابلي ما كتحتاج لا دليك لا والو، يعني غا كنمزجو المكونات ومكون بمكون حتى كينسجم لنا الخليط وكنحصلو على خليط كريمي. بالنسبه لدائما ملي كنضيفو البيض فالزبده كتبدا كتفرق، فكنبقاو كنمزجو غير بشويه. الا كانت الزبده بحراره الغرفه فذلك غادي يساعدنا انها تنسجم لينا بسرعه. من بعد كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه، كنضيف ايضا خميره الحلويات لانني ما كنديرهاش في اتصال مباشر مع السكر، كندير دائما دقيق خميره الحلويات كنديرها مع الدقيق باش هكا كتبني التفاعل ديالها جيدا. وغادي نبقى كنجمع الخليط وانا كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على خليط بحال عجينه الصابلي، كيكون لين ما كيلتصقش في اليدين وفي نفس الوقت ماشي قاصح، لان الا كان الخليط ديالنا قاصح فالصابلي اللي غادي نديرو غادي يجي اصلا غيجي يابس واصلا ما غاديش يتجمع لينا، تكون العجينه كتفرتت الا قوينا لها الدقيق. اما الا كانت كتلاصق في اليدين فغادي صعب علينا ان نشكلوها، وتمنا ندخلوها الفران فكتعواج يعني دغيا كتسيح. صافي غنستمر فحال هكا كنضيف وكنشوف باليد الثانيه واش الخليط بارك عليه، لان اليد اللي كنخدم بها دائما كيكون ملتصق فيها العجين وما كتعطينيش النتيجه، يعني نعرف ان الخليط راه بارك عليه. ملي كنكمل الخليط ديالي فحال هكا ممكن انكم تدخلوه الثلاجه حتى يقبض في راسو واحد نص ساعه هكاك وعاد باش تطلقوه. مباشره غادي نخدمو، غادي نطلقو ناخد قسم من العجين وكنطلقو بين جوج ديال البلاستيكات، اولا ممكن انكم تطلقوه فوق سطح عمل مرشوش بالدقيق. الاهم في الصابلي هذا اننا ما نطلقوش رقيق بزاف اولا غلط بزاف، ففيه خميره الحلويات غيتنفخ لينا واحد شويه. حنا طلقناها رقيق بزاف حنا ما غاديش نلصقوه حبه ما حبه، يعني يقدر يتكسر لينا. الاهم اننا نطلقوه بحجم اللي هو متوسط باش هكا ملي تنفخ كيعطينا واحد الحجم اللي هو معقول وكتجي لهاديك القرمشه ديالو زوينه. غادي من بعد ما كنطلقو فحال هكا كنجيب شي جراره اولا سكين وغادي نبدا كنقطع هذوك الجوانب، يعني انا غادي نقطع واحد المستطيل اللي يكون مقاد لي عليه غادي نبني الحلوه ديالي، فكنتخلص من هذوك الجوانب كامله اللي كتكون ما فاش مده العجين ما كتكونش تمدد جيدا. دائما دوزوا السكين ديالكم اولا الجراره اللي كتلقوا بها دوزوها في الدقيق باش هكا ما تلتصقش لكم في العجين، لان العجين ديالنا ما مدخلناش الثلاجه، بالنسبه لي انا ما دخلتوش يعني خدمت بها مباشره. من بعد ما كنقادو بهذا الشكل هذا كندهنوا بالصفر ديال البيض، كنتو ما تخدموا بصفر ديال البيض في الاول حتى الشو الصفر ديال البيض ما قدكمش في العجين
عاد باش ممكن لكم انكم تزيدوا عليه حبه بيض. المهم انا كندهن بحال هكا الوجه كامل حتى كندهنه. عاد باش من بعد كنرشو بالسمسم، انا درت المزيج بين السمسم الابيض والسمسم البني، بقيت كنرش حتى غطيت الحلوه ديالي كامله الوجه ديالها. وغادي نقطعهم بالسكين باش كيعطوني هذاك الشكل ديال الحلوات اللي شفتو معايا في الاول، كتكون حلوه بشكل مستطيل. كنحاول انا نقطعهم بالشكل اللي هما يكونوا متساويين ويكونوا الحبات قد قد. وباش نهزوهم لانهم كيكونوا يعني العجين كيكون لين خصوصا لما دخلتوش الثلاجة، فدائما دوزوا يديكم في الدقيق عاد باش هزوه، او لهزوه بسباتيل كدوزوها في كل مرة في الدقيق بهذا الشكل هذا حتى كنهزو الحبات ديالنا ونوضعهم في الصينية ديال الفرن. ودائما كيف قلت لكم الفرن كيكون مسخن على 160 درجة بالنسبة للفرن الكهربائي، وكنخليهم حتى كيطيبوا. انا في العاده كيطيبوا تقريبا في 21 دقيقه، انا ما كنخدمش المروحه ملي كنكون نخدم ملي كنكون نطيب الحلوه، كنخليها تطيب على المهل. كنديرها 160 درجه. بالنسبه لي انا كنزيد على ديك 20 دقيقه واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق باش تجيني هذيك الحلوه مقرمشه، يعني كنديرها تقريبا واحد 25 دقيقه في الفران، ولكن كل واحد على حسب الفران ديالو. يعني دائما الحلوه ملي كنطيبوها في الفران مع المراقبه. غادي نوضعهم كلهم في صينية الفرن، نكرر نفس العملية مع العجين الباقي، فتا هو كنطلقو بنفس الطريقة حتى كنمدو بالسمك اللي هو متوسط. ومن بعد كنتخلص من الجوانب اللي كيكونوا ما مقادينش، وكندهنها بالبيض ونرشها بالسمسم اللي هو زنجلان، ونوضعها في صينية ديال الفرن. ممكن انكم ترشوها باللوز مهرمش، ممكن انكم ترشوها باللوز افيلي، يعني على حسب اللي متوفر عندكم، او لا فقط دهنوها بالبيض مخلوط مع الكاكاو او لا قهوة سريعة الذوبان تشرطوها بالسكين باش كتعطيوها داك الشكل اللي كيكون مسنن. صافي غنكمل الكميه ديال العجين ديالي كلها، ولا شي حاجه شي حبه خسرات ليكم او لا فجيتو تهزوها في يديكم تكسرات ليكم ولا شي حاجه، فكتهزوا كترجعوها في وسط العجين الاخر وتعاودوا تدخلوها فيه وتمدوها، يعني فيها فقط غير البيض والسمسم ما غاديش تخسر لكم العجين. غادي نكمل الكميه ديالي كلها بنفس الطريقه ونتلاقاو في الشكل النهائي. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه، كتجي رائعه وسهله في التحضير ومكوناتها اللي هي بسيطه، ولكن المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى صراحه انكم تجربوها. ودائما الى عجبتكم الوصفه فما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وتشجيعاتكم الرائعه اللي كنشكركم عليها، وايضا اقتراحاتكم في الوصفات المستقبليه، وضغطوا زر الاعجاب وتقاسموها مع معارفكم مع اصدقائكم. وإلا كنتو باقي ما انضميتوش في القناه فما عليكم الا ضغط زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه بحول الله. خليت لكم الراحه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.